عندنا واحد البسطيلات يجوا رائعين بزاف صغار، يعني توجد تاع رمضان. غندير نقول لك المقادير والطريقه في نفس الوقت ان شاء الله. كاين عندنا واحد المقله غنديروا فيها الزبده والزيت، واحد القياس غنديروا 150 غرام ديال الفيلي ديال اللحم مقطع رقيق، ونديروا فيها 150 غرام ديال الفيلي ديال الدجاج مقطع صغير. تنديروا مع هاد المقادير جوج دروس ديال الثومه، شويه الملح، البزار طبيعة الحال حيت عندنا اللحم والدجاج خاصنا نخليوه يطيب واحد شويه. من تيطيب لينا تنزيدو واحد شويه الماء تنخليوه يطيب شويه، من تيطيب لينا تنزيدو الحك ديال الشامبينيون يكون مويان تنخليوه يطيب معاه. تنزيدو جوج خيزوات محكوكين صغار، يعني كانت خيزوات صغار نديرو جوج، كانت كبيره نديرو وحده رقيقه تنحكوها مزيان تنخليوها طيب. تنزيدو عليها ثلاثه المعالق ديال صوص الصوجة وشويه الحار، هادو بوحدهم. تنشدو جوج بصلات مشحرين، نشحرهم تما بوحدهم يتشحروا لنا مزيان بشويه الزيت والبزار والملحه. غنخلطوا البصله مع الفيلي ديال مع اللحم ديال الدجاج، هاد الحشوه الاولى. تنزيدوا عليهم جوج معالق كبار ديال عصير الحامض مخلطه مع معلقه كبيره ديال مطيشة الحك. وغنزيدوا على هاد الشيء اما اللي بغى الشعريه تشينوا بزاف، اما نديروا رابعه واما نديروا نص رابعه. انايا شخصيا ما تنكثرش الشعريه تشينوا، تندير غير نص رابعه. تندير نص رابعه معاهم بعد ما رطبناها وقطعناها رقيقه. وفي الاخر تنزيدو 150 غرام ديال كروفات خضر وجوج معالق كبار ديال الربيع، واحد خويه تاع زيت العود، وتنخلطو كلشي وتنشكلو بسطيلات بالورقه صغار زين اللي غايجي زوين. غادي تجمع فيه اللوز ايفيلي، غنشدو واحد شويه ديال اللوز ايفيلي زين قبل ما تطيب غادي نزينوه. غنشدو اللوز ايفيلي غنشدوه بيض البيض، غادي نرمدوه في بيض البيض ونزيدو عليه شويه بودره الثومه وشويه ديال الرشه ديال الحرور ديال هذاك الحرور هذاك البودر ورشه تاع الحرور وتنخلطو كلشي. تندهنو فوق الساطو الصغار بالبيض عاد بيض البيض وتنديرو فوق منو هاد اللوز ايفيلي واخا تيكون منسم بالثومه وبالحرور وتندخلوها الطيب. ملي تتخرج لينا إلا بغا شي واحد يدير شويه ديال التحميره من الفوق كتزيين عي دردرها من الفوق شويه يديرها، إلا ما بغاش يبقى التزيين ديالها بحال هكا تيكون زوين. ايه مزيان هذيك الفكره ديال اللوز هكا بهذاك الشكل بهذيك التنسيمه، الله يعطيك الصحه. التنسيمه وتيجي يعني اللوز مع هذاك الشيء الفوقاني تيجي رائع، يعني جربوها تتجي زوينه بزاف. الله يعطيك الصحه. غادي نمشيو غنديرو واحد الكريب غيجيو رائعين سناء. الكريب على شكل بسطيله. غنقول لك العجين وغتجيك زوينه. ايه واخا. غنديرو ان شاء الله نص لتر الحليب. جوج بيضات. 225 غرام ديال الدقيق، الملح، إبزار، جوج معالق كبار ديال المعدنوس، ثلاثة خيزوات محكوكين رقاق، قرعة محكوكة رقيقة، معلقة كبيرة ديال الفلفلة الحمراء، ديك الفلفلة الحمراء الغليظة، الفلفلة الحمراء مقطعة مربعات صغار، غير معلقة، وخمسين غرام ديال الزبدة دايبة، هادشي كله غندير في الطراب، وغادي نطربوه كله. يعني غادي يكون خيزو، يعني هاد الكريب غيكون فيه خيزو والقرعه الداخل والفلفله الحمراء وكلشي غيكون هادشي فيه لداخل. غادي نطربوها مزيان غنطحنوها مزيان وغادي نحطوها ترتاح وغادي نوجدو الحشو. فيما غنشدو واحد المقلاة غنديرو معلقه ديال الزبده وجوج معالق ديال زيت العود وواحد البصله مشلطه غادي تتحر في الملح والبزار بطبيعه الحال. غنزيدو جوج خيزوات محكوكين غلاط، يكونوا غلاط نفضل هذوك الماكينه راهي اورونج ولا معط بيضاء يكونوا غلاط باش يبانوا لنا في الحشو. يعني خي جوج خيزوات محكوكين غلاط وجوج قرعات محكوكين غلاط هما حتى تيطيبوا لنا مزيان. تنزيدوا ربعات كفته هي ما تنخليوهاش طيب بزاف، هي تتشحرها واحد شويه. ونزيدوا في المقادير واحد المعلقه صغيره ديال الكزبر يابس والملح والهريسه والعطريه ديال الدجاج المقلي، يعني القياس على حسب المقلي راه فيها دجاج مقلي راه فيها مالحه، يعني حاولوا ما امكن باش ما نضيفوش الملحه بزاف. واحد الباكيه ديال الفيرميسيل 100 غرام يعني مسكه ومقرده رقيقه. وفي الاخر غنزيدو 50 غرام ديال الزيتون مقطع خضر زائد المعدنوس.
غنحاولوا ما امكن هاد لي كريب غنطيبوهم صغار يعني ما يكونوش كبار. غنطيبوهم وهاد الحشوه نخليوها حتى تبرد وغادي نعمروها على شكل بسطيله ومن بعد نعمروها غادي نسدوها بالبيض ونقلبوها وغنديروها في الباطات حيت غطير في الفران. من الفوق غادي ندهنوها بالزبده ندهنوهم كلهم بالزبده ونديروهم يطيبوا وفي الاخر ملي غادي يطيبوا لينا مزيان غنحر نحسو بهم طابو غادي نكون عندنا فرماج محكوك يعني عاد كسخونيه بلا ما نرجعوهم الزبده غنحطو داك الفرماج محكوك غنديرو فوق من هاد هاد الكريب غنديرو فوق منه ونديرو معدنوس من الفوق. اييه الفرماج مخلط مع المعدنوس كيعطي منظر كيعطي منظر واخا تبارك الله عليك اللمح يعطيك الصحة ربي يخليك. نديرو نشوفو حريشة عامرين عندنا واحد الحريشات 500 غرام ديال السميدة الرقيقة و 100 غرام ديال السميدة الغليظة كاس العنبة زيت العود والرومية مخلطين معلقة صغيرة ديال الموطارد دامة البنة ديال البقري محكوكة جوج معالق ديال المعدنوس الحبق مقرط يكون طري واحد شوية معلقة صغيرة ديال السيبولات شوية الهريسة بصلة محكوكة خضرة خمارة الحلوة وحدة وعندنا الاختيار إما نضيفو 100 غرام ديال الكفتة مصهدة مع الملح والبزار والزبدة وإما نضيفو 100 غرام ديال لادان تشليمي وإما نضيفو 100 غرام ديال الثوم اللي بغينا على حسب المكونات اللي عندنا. اللي بغى يضيف الكفته يضيفها يدير 100 غرام اللي بغى يضيف 100 غرام ديال لاطات الفينه ولا 100 غرام ديال الثوم. هاد المقادير كلها راه كلشي هادشي تنجمعوه في الاخر تنجمعو هادشي بالماء بارد. تتكون العجينه شويه خفيفه راه عرفتي السميده تتشرب شويه خفيفه وتنخلوها شويه تشرب لينا وتنطلقوها بالسميده الغليظه. تنطلقوها بالسميده الغليظه وتنطبعو بالطابع اللي بغينا بغينا نديرو داير نديروه يكون كبير شويه. بغينا نديرو مرشم على شكل ورده يكون كبير. تنطبعوها وتنخشوها في الفران تطيب. إييه. والفوق إلا كبرنا على شكل وردة تنديرو فرن ساندويتش تنديرو على شكل تنديرو وريضات بالوردة، يعني على حسب تبارك الله وصناعة الدار حنا يعني عارفين مغربية الديكور ما شاء الله. إييه. يعني وكتقدم. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. هذو كلهم يعني اقتراحات مناسبة أن السيدات إن شاء الله يقدموهم على مائدة الفطور الرمضانية إن شاء الله. الله يعطيك الصحة. بإذن الله ربي يخليك. دفينا اقتراح آخر. بغيتي إما بريوات بالكفتة ولا كيش بالدجاج واللحم. واخا. اللي بغيتي. واخا. أنا نعطيك بريوات بالكفتة. إن شاء الله. بريوات بالكفتة نص كيلو ديال البرو غنشدو نص كيلو ديال البرو غنقرطوه. إييه. نشحروه مع الزبدة. وربع كاس تاع الزيت معلقه ديال الزبده وربع كاس تاع الزيت كيتشحر لينا مزيان تنزيدو عليه شويه الملح والبزار وتنزيدو عليه جوج خزوات محكوكين وشويه وجوج قرعات محكوكين. لاحظي اننا دائما القرعه والخزو تدخل لنا بزاف في المملحات لحقاش يبنوا لنا يعني تيعطوا واحد الذوق زوين لهاد المملحات هذا. وغنضيفو لهم معلقه كبيره ديال مطيشة الحك انا نرخصها شويه في واحد شويه الماء تنحركوا شويه قمت نحركوا غير شويه هاد المقادير هادو حيت الكفته ما تبغيش يعني نحركوا شويه يعني غتطيب لنا خيزو غيطيب لنا القرعه غنضيفوا ربعه الكفته ربعه الكفته انا من الافضل يعني الكفته دائما ما تطيبش بزاف باش ما توليش ناقصه غنزيدوا خارج النار غنزيدوا ربعه ديال الفرماجات مربعين ومعلقه ديال صوص الصوجة ومعلقه كبيره ديال المعدنوس ومن يبرد لنا الخليط نزيدو 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك. اييه. صافي تنجمعو هاد المقادير يعني تنخلطها مزيان تتكون عندنا لا شعرية شينولا لا ولا تتكون عندنا هنايا غير الكفته والقرعه وخيزو اللي كاين. صافي تنكونو منهم بريوات وكيتقدمو بصحة وراحة وكاين كل واحد كاين اللي كيدير الطابو في الجناب كاين ديكوراتيو على حسب كل واحد. كنعوم التزيين. الله يعطيك الصحة. رائعين هادو ربي يخليك. تبارك الله عليك اللا محجوبة كنشكرك بزاف على المشاركة ديالك الفعالة وعلى هاد الاقتراحات اللي قدمتينا اللي ممكن أن نقدمو إن شاء الله على مائدة الفطور الرمضانية.